الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت لجنة الزراعة والمياه النيابية في العراق إن المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي في مشروع الموازنة المالية للسنوات الثلاث المقبلة غير منصفة ولم تعطي استحقاق هذا القطاع المهم. وأضافت اللجنة أنه تم تخصيص 25 مليار دينار لوزارتي الزراعة والموارد المائية، وهذا غير مجدي باعتبار أن القطاع الزراعي ضامن للأمن الغذائي المستقبلي للدولة ويمثل أهمية بالغة للعراق. وأوضح عضو لجنة الزراعة النيابية أن الحكومة الحالية مطالبة بالاهتمام بالمجال الزراعي لا سيما خلال السنوات المقبلة، باعتبار أن العراق يعاني كثيرا من هذا الملف في الآونة الأخيرة نتيجة قلة المياه وجفاف الأراضي وهجرة الفلاحين. ارتفعت أسعار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية في بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 147,950 دينارا لكل 100 دولار أمريكي. كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149,000 بينما بلغ سعر الشراء 147,000 لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن سعر الدولار سجل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا وسعر الشراء 148,200 دينار مقابل كل 100 دولار. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني أن بلادها ستقدم 700 مليون يورو لدعم القطاعات المعيشية ذات الأولوية في تونس. وأضافت ميلوني أن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية كالصحة والخدمات، وذلك في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية على حد قولها، مشيرة إلى أن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. انخفضت الليرة التركية التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية نحو 6%، على الرغم من ظهور بيانات رسمية تفيد بتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون 40% خلال شهر أيار الماضي. وانخفضت الليرة التركية التي تعرضت لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية 2.8% إلى 22.15 مقابل الدولار لتواصل خسائرها بذلك منذ بداية العام وحتى الآن إلى 15.5%. وتوقعت وكالة بلومبرغ أن يبتعد وزير الاقتصاد التركي محمد شمشك المعين حديثا عن السياسات غير التقليدية التي زادت من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد. وصلت أسعار النفط خسائرها مع تفاقم المخاوف من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي الذي بدد زيادة المكتسبة بعد تعهد السعودية أكبر مصدري الخام في وقت سابق هذا الأسبوع بزيادة تخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 75 دولارا و89 سنتا للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 71 دولارا و39 سنتا للبرميل. وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار يوم الاثنين مدعومين بقرار السعودية خفض الإنتاج بمليون برميل يوميا إلى 9 ملايين برميل يوميا اعتبارا من شهر تموز المقبل. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.